إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يناقش مع رئيس ونائب لجنة الأقاليم النيابية أهمية اللامركزية في تنفيذ المشاريع واستثمار الموارد. محافظ صلاح الدين يرفض الإملاءات السياسية لعرقلة استراتيجية الحكومة المحلية في تحقيق الاستقرار والإعمار وعودة النازحين. عشائر البجوار في بيجي تخص محافظ صلاح الدين باستقبال شعبي واسع وتعهده على التكاتف. وأهالي صلاح الدين يشكون ارتفاع الأسعار في رمضان، والمباشرة بالحملة لتأهيل وترميم المدارس في الدجيل. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.